كلام كثير يتداول الناس سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الصحف والإعلام، أنه الكاتب حكيم شاكر يعني من أول ما أتى ركز بشكل كامل على مجموعته في منتخب شباب وبعض المجموعة الأخرى، وكان محارب للاعبي المهجر كما يسمون. حرام بدل لا أنا أنقل يعني ناكل الكفر ليس بكافر. نعم نعم يعني أنا أنقل أنقل هذا الكلام في سبيل أن يتوضح للناس. يعني بدليل أنه أول ما أجي كان هناك اثنين، ابقى على اثنين فقط، اسامة رشيد واحمد ياسين، وتم ابعاد اللاعب حيدر ديفيد، ومن ثم لم يدعي اي لاعب من اللاعبين الاخرين حتى على سبيل الاختبار. بعدها ابعد اسامة رشيد وابقى على احمد ياسين، احمد ياسين ايضا لم يكن مؤثر، ومن ثم ابعد في المباراة الاخيرة بعد بطولة الخليج. اريد فد اجابة وافية عن هذا الموضوع. لا انت سألتني قلت لي محاربة اهل المهجر، قلت لي انا يعني قلت حرام، يعني حتى ابدي كلمه حرام. نعم. في شيء مهم يعني كابتن محمد لازم تعرفه، انه المدرب اناني، وانت تعرف تجنابك كنت لاعب ولاعب مهم في احد انديه العراق المعروفه، وانت تعرف ما ممكن المدرب يكره لاعب، ولا ممكن المدرب اناني. يعني انا هسه الان انا اريد واحد يشيني، لو اريد واحد يفشر علي يعني بالعاميه، خلنا لو واحد يرميني بالحجر بالعكس يشجعك يشجعني. يعني اكو فرق انه انت من تبحث عن صاحب الانجاز اللي يشيلك ويوقف معك، واكو فرق انه تبعد الانسان الغير جيد، وهي هاي هاي فلسفه كره القدم، البقاء للاصلح. بالنسبه للمحاربه ابدا استاذ محمد، انا جيت لقيت حيدر ديفيد موجود ضمن الفريق لكن اسمه غير متواجد، يعني خلى يتسجل علي هاي سجلوه، اسمه موجود ضمن الفريق لكن اسمه غير متواجد في البطوله في القائمه، لا في القائمه ولا حتى في الاستماره. يعني شاهدته بالتدريبات؟ شلون اشاهده هو اساسا اسمه مو موجود؟ كان يشارك بالتدريبات معاكم؟ يشارك بس انت تعرف مؤهل للمنتخب الوطني؟ محمد انا رحت للبطوله قبل يوم. نعم. يعني انا جيت اول يوم للبحرين وثاني يوم كانت عندي مباراة مع تونس، يعني مع البحرين، رحت لأول مرة كانت في دبي قبل بطولة غرب آسيا. اليوم وصلت الساعة 4:30 وباشر عندي مباراة الدوحة. مع في الدوحة عفوا كانت مباراتي مع تونس. شلون اشوف حيدر ديفيد؟ بس انا من جيت شفت الاستماير اسمه ما موجود، ولذلك اكو صورة طلعت لي انه حاطط، اكو ناس تقول ما يعرف الاسماء لان ما اخذ الاسماء. طبعا لازم اخذ الاسماء وتشيكها واشوف من الموجود ومن هذا اولا. بالنسبة لأسامة، أسامة لاعب من اللاعبين اللي يمتلك الاخلاق الراقية، لاعب راقي بكل شيء، ملتزم منضبط، يريد يتعلم يريد يتطور يريد، لكن بالمفاضلة وهاي لازم نعرفها مفاضلة، انه هو وسيف، انا لعبة في المركز اللي يلعب بيه سيف، بالمفاضلة كان سيف احسن من عنده. يعني مو عيب المدرب، يجوز يجي غيري مدرب يشوف أسامة احسن من سيف، كل مدرب وشوف هاي فلسفة. نعم. انا يجوز احتاج اللاعب اللي ما يهاجم في هذا المركز، احتاجه بس يدافع، فهاي فلسفة المفروض تحسب علي ما تحسب ضدي. بالنسبه لاحمد ياسين، احمد ياسين من اول يوم اجيت اني ملاعبه، يعني خلي يسمعوني الاخوان المدربين، في مباراه البحرين كل المدربين اجمعوا انه احمد ياسين لازم ان يقعد، ما يستحق ان يلعب. يعني هاي خلي تعرفها، خلي يسمعوني الاخوان بالخليج. بالخليج نعم. اجوا قالوا يابا هذا الولد بعد ما يفيدنا في مباراه البحرين، في مباراه البحرين. نعم. بالاخص اللي خليته يضرب بها ضربه جزاء نهائي، من اجيت عصب بوره، صدقني استاذ محمد اعتبرني دكتاتور، اجيت كتبت الاسماء، كتبت احمد ياسين، كريم ناعم، يعني اوجه له التحيه والتقدير، امتعض، باسم جورجيس، قال استاذ حكيم احنا كنا متفقين هذا ما يلعب، شلون خليته؟ قلت لهم هذا لاعب صغير وممكن بالمستقبل راح يفيدنا ونعطيه شانس، احنا اليوم مباراتنا راح تروح للاكسترا تايم، يعني انا بحساباتي ممكن انه نبدل هذا اللاعب ونعطيه شانس. وبعدين هو لا تنسون هو واحد من اللاعبين اللي لازم يضرب ضربه جزاء، يعني خلينا ولعبته. نعم. لعبته وهو احسن ما بيه، حتى اعلنها للجمهور حتى يعرف احسن ما باحمد ياسين هي عمليه اللعب بالحالات الثابته فقط، هذا الشيء اللي يمتلكه، لا يمتلك الصراعات الفرديه، ولا يمتلك ضرب الكرات بالريس، ولا يمتلك التخلص من الخصم، يمتلك حاله واحده ومميزه هو عمليه اللعب بالحالات الثابته، هذا اولا. اثنين، ما يهمني هو مسؤوليه او سمعه البلد، ما تهمني يعني الاغراض الشيء. يعني انا اعرف احمد ياسين، خل يسمعني هو الان، انه انا تعاملت وياه تعامل خاص، الله شاهد، تعاملت وياه مثل ما اتعامل مع ابني، اضحك معاه، اسولف معاه، هذا دور التربوي، دور علمته شلون، يعني حتى في يوم من الايام وقف معاي صلى، معاي يعني كتف كتف وقف وياي صلى،
يوم من الايام لزمته انه علمته قلت له ابني ما يصير انت ما تقرا السلام الجمهوري، ناس تنتقدك انت لاعب منتخب العراق. قال لي استاذ انا ما حافظه، علمته. وفي بعض الحالات قلت له اذكر بس موطني 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 الى ان تتعلم مع اخوتك. يعني انا تفاجئت يقولون احمد حكيم شاكر حارب وطنيته اي وطنيه احارب؟ انا هيك عندي حظ بخت احارب وطني؟ هو من يقدر يقيم وطنيه شخص عراقي؟ الوطنيه لا يمكن، ما يمكن اكو واحد يقدر يقيمها. استاذ محمد كل واحد للامانه اللي يهمني انه هذا اللاعب مع الاسف راح تضحيه الناس، راح تضحيه المواقع الاجتماعيه، بالمواقع الاجتماعيه حملوه مسؤوليه اكثر من اللازم. يعني في واحد من المباراه يونس مقول جولين، طلع يونس ماخذ 18 واحمد ياسين ماخذ 220. هذا من يقراها هذا اللاعب المسكين، مسكين خطير، لاعب صغير ولاعب ممكن يتعلم ويتعود، هبط قام يهبط مستواه هبوط غير مطمئن. يعني هو كان يمتلك اللياقة البدنية المميزة لكن في فترة بدأ يتنازل مستواه وبدأت تضغط عليه. وأنا سمعت، صدقني أستاذ محمد وهذا من خلال منبرك، سمعت حتى أنه ناس يقولون أحمد ياسين ضرب المصطبة وطلع زعلان وطلع، لا هذا ذكر الأمر أنه أحمد ياسين تم إبعاده عن مباراة إندونيسيا عقوبة إدارية. أبدا، لا عقوبة فنية، وأنا الوحيد اللي بعد